السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الدرس الأول في سلسلة دروس تعليم الأوتوليسب. بداية حمل لي لازم على النت عشان نجرب عليه. على سبيل المثال اخش على موقع عمرو سليم دوت نت. وبعد كده اخش على الرسام الهندسي. لسب هلف شوية لسبات، اختار على سبيل المثال لسب LLN. السيف عند الجهاز دلوقتي هستدعيه. خش على الاوتوكاد من تولز لود ابليكيشن، اروح على الديسكتوب استدعي لسب LLN. ده لسب على سبيل المثال بيوفر عملية ان انا اقعد احسب اطوال مسير وقعد اجمع وكده. هو بتقول العمليه ديت ان انا اديله اطوال كذا خط وهو بخطوه واحده يحسب لي اطوالها. على سبيل المثال اكتب LLN انتر، اعلم عليهم كلهم انتر، هيجيب لي اطوال الخطوط دي سواء مسير او صاج او كهرباء او اي حاجه.